الناس بوجودهم اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. لا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد في هذا اليوم الجديد المبارك من برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الشيخ عمار محجوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا عمار مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد، ربي يحفظك إن شاء الله. كيف الحال؟ الصحة لباس؟ ربي يبارك فيك. كل عام وأنت بصحة وعافية. اللهم صل على سيدنا محمد وأنتم كذلك إن شاء الله. الله يبارك فيك، ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. رسول من أنفسنا. شيخنا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأستاذ أحمد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الآية التي تلاها على مسامعنا الأستاذ أحمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية من أواخر أو من هي آخر سورة التوبة، والتوبة تعرضت لذكر المنافقين ولذكر الذين لا يؤدون الزكاة، وتعرضت لمن تخلفوا في غزوة العسرة ووقع لهم ما وقع. وعندما كان المولى عز وجل في آخر هذه السورة أنزل هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. للدلالة على أنه مهما كان الأمر، سواء كنا نتعامل مع المسلمين أو مع الكافرين، كنا في حالة العسر واليسر، فإن الدعوة يا محمد عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون تعليما، ينبغي أن تكون تعريفا، وليست حكما على الناس، لأن المولى عز وجل هو الذي بيده قلوب الخلق، لأن قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعرفنا المولى عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا إنه ليس ملاكا وليس من جنس غير بشري، وإنما هو ممن تعرفون. ولذلكم له المشاعر وله العواطف ويحب، يعني به جميع ما بكم. ولذلكم فإنه عندما يدعوكم للإسلام
يشعر بكم باعتبار أنه يعيش نفس الشعور الذي تشعرون به. ولذلك هذا المعنى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام منا، وفعلا فإنه منا، لأن الذي ينظر إلى المحبة التي نشأت بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يرى العجب. فهذا أحد الصحابة جاء إلى بيتي وقلبه مليء بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خرج، وبالتالي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إني لأحبك، أو كلام بهذا المعنى. وعندما أشعر بذلك الشعور أأتي لكي أنظر إليك لأمتع نظري بك، فإذا أنت انتقلت إلى ربك، يعني كنت في مقامات عالية وربما لا أستطيع أن أراك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأ قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حب عجيب. ولذلك كثيرون يقولون إن حب النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباعه، هذا صحيح، ولكن مع ذلك فإن المحبة هي تلكم المحبة الوجدانية التي تجعلني إذا ذكرته ذرفت الدموع، وإذا كنت ربما بعيدا عنه أتمنى أن ألقاه. ولذلك هي محبة العواطف، محبة المشاعر. ولذلك عندما ذكر بعض الصحابة أبا محجن وقال لعنة الله عليه باعتبار أنه كان يشرب الخمر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعن أخاك فتعين الشيطان عليه، وما يدريك أنه يحب الله ورسوله. لعلكم تلاحظون بأنه مبتلى. أسأل الله عز وجل أن يرفع الغبن عن جميع المبتلين. أمين. مبتلى بما ذكرته لكم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. وهذا رغم أنه استفهام إلا أنه يفيد أنه يحب الله ورسوله. نسألك يا رب أن ترزقنا محبة هذا النبي الكريم. وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أفضلكم. فالقراءة فالمعنى الأول يعني منكم، يعني ليس من جنس غريب عنكم، ولذلك ينشأ بينكم وبينه الحب، وتنشأ ما بينكم وبينه المودة، وينشأ ما بينكم وبينه العلاقات الإنسانية. والقراءة والتفسير الثاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أفضلكم. وفعلا فإنه من خير العائلات ومن خير القبائل ومن خيرة الخلق الذي خلقه النبي، خلقه المولى عز وجل، استغفر الله، الذي خلقه المولى عز وجل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أي إنه عندما يراكم ربما تبتعدون عن الإسلام أو لا تريدون أن تستجيبوا لدين الله عز وجل، يشعر بنوع من الحسرة، بنوع من الحزن، يتألم. ولذلك فهو إنما جاء من أجل أن يأخذ بأيدينا للإسلام. فإن نحن ربما لم نكن في المستوى، فإنه لا يقول عليكم أن تدخلوا النار، وإنما يعني يشعر بنوع من الحسرة والحزن. ولذلك عندما كان يستغفر لكبير المنافقين قال له المولى عز وجل: استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. في بعض الروايات أنه قال: ووالله لو أنني أعلم بأني أستغفر لهم بعد 70 ويغفر الله لهم لاستغفرت لهم. ولذلك لعلكم تلاحظون بأنه فعلا
يود أن يقبل الناس على الإسلام. كان له خادم يهودي وهو جار له في بيته، خدمه مدة طويلة وشعر بأنه مريض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام يعود هذا الخادم اليهودي، وعندما رآه وكان يحبه رغم أنه يهودي إلا أنه كان يحبه، فقال له يعني عندما علم بأنه ربما في سكرات الموت قال له يعني يا فلان ليتك تسلم أو أسلم أو قل يعني كلمة أحاج لك بها يوم القيامة. فأخذ ذلك الشاب ينظر إلى والده، فإذا الوالد يقول له أطع أبا القاسم، لأنه رغم أنه يهودي إلا أنه يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الخير، لا يريد إلا الخير لولده. ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء، يعني عندما يتعامل معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ولذلك يعني مرت جنازة فكأنه تأثر، فقالوا له يا رسول الله إنها يهودي، قال إنها نفس تفلتت مني إلى النار، أترون بأنهم يدخلوا النار أفضل أم أنه استجاب لدين الله ونحن لا نفرح إطلاقا بدخوله النار، وإنما ذلك قدر الله عز وجل. وإنما كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تمنيت لو أن الفرصة أتيحت لي من أجل أن يعني أن لا يتفلت مني إلى النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، رغم أنكم تصدون، ولكنه مع ذلك مع عمه أبي طالب يا عما قل كلمة أحاج لك بها يوم القيامة. فكان أبو طالب يعني يقول يا بني دعني أموت على دين الأشياخ، فقال والله لأستغفرن له. فنزل عليه قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلكم النبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا إبراهيم يعني ذكره المولى عز وجل عندما تتكلم عن الأصنام، قال إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لاحظوا إبراهيم الذي هو سلف سيدنا محمد لا يريد أن يدخل الناس النار، وإنما قال ومن عصاني، لم يقل فليدخل النار، قال وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أعتقد وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما يعني تعرض المولى عز وجل لأتباعه، سيدنا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلكم لاحظوا سيدنا إبراهيم لا يود من الخلق أن يدخلوا النار، وسيدنا عيسى لا يود أنه يدخل النار، وسيدنا محمد غدا يوم الحشر عندما يسجد إلى ربه ويفتح عليه ربه بمحامد لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي. يا أيها الإخوة الأعزاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم، وجعل دعوته عند ربه عندما قيل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ما هو الدعاء الذي
طلبه من ربي أن لا يكون فرد من أمتي في الجنة، ألا يجوز لنا والحال النار. هذه أن نفرح بهذا النبي الكريم؟ لا يكون فرد في النار يا شيخنا. في النار نعم. ألا يجوز لنا، ألا ينبغي لنا أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا لا تقل لعنة الله عليه، لأن المولى عز وجل يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لأن الإنسان لا يعرف متى تأتي الفتوحات الإلهية، لعلي أرى إنسانا ربما منحرفا، ولعل المولى عز وجل يختم له بالتي هي أحسن. فإن تولوا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية. يا رب صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل التمنيات والتباريك بمناسبة المولد النبي الشريف لكم ولطاقم هذه القناة ولكل من يعمل بهذه القناة ولجميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين في مقام هذا اليوم العظيم، يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننشده كما أنشده الإمام البصيري شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البصيري الدلسي الجزائري، الذي قال في مقامه صلى الله عليه وسلم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ عنه ومختتم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا، أخذتنا إلى هذه المقامات العاليات في الفرح بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وبالوقوف عند قوله عز وجل في هذه الآيات الطيبات الكريمات. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر سيد أحمد على بركة الله في هذا اليوم المبارك، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا اليوم الكريم المبارك إلى خنشلة، ومنها أختنا راضية. مرحبا بك أستاذة راضية. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة إليك، تحية طيبة للشيخ، ربي يحفظه إن شاء الله. الله يحييك ويبارك فيك أستاذة راضية، مرحبا بك. ربي يحفظك، الله يخليك، صحة مولودكم، تحية طيبة ثاني لكل عمال وعاملات القناة، ربي يحفظكم أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله أستاذة راضية، مرحبا بك، تفضل. ربي يعيشك. فأخويا أحمد عندي زوج أسئلة. الأول عن التسبيح خويا أحمد، كي نكون نسبح أنا ندير في بالي نسبح مثلا 100 ولا 200 ولا حتى نلقى روحي سبحت 500 من داك 1000. أيوة. ويحلالي هذا التسبيح كما نقولوا بالدرجة تاعنا احنا، ونحس روحي مرتاحة ونحس روحي وربنا سبحانه وتعالى استجابني. الأجر هذا اللي ندي نتقسمه مع ودي عايشين والحمد لله، ولا كيفاش؟ هل أتقاسم الأجر مع والدي؟ الله يبقي عليهم ستر ويحفظهم لك إن شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك ويحفظ ما عندك ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني خويا احمد، والله سؤال هو في نفس الوقت انشغال كما نقول. تفضلي. نروح في بعض الاحيان الاسواق هكذا، نقضي نشري حوايج كما هكا، نلقى شباب كي تشوفهم يا خويا احمد والله غير ما شاء الله في وجوههم، بصح كي نلحق عندهم نحس روحي محرجه، نلقى يا خويا احمد لابسين حاجه خفيفه وجسمهم كامل بالوشم. والله انا حبيت الشيخ، انا حبيت الشيخ ينصحهم، هذه مش من كيما نقولوا احنا مش من عوايدنا ومش من ديننا، انا احنا كي نروحوا نشريوا ونقضيوا من عندهم نحسوا بالحرج يا خويا احمد، انا شخصيا والله غنحس بالحرج. كي تلقايهم وشم وشم، ولا لابس حاجه خفيفه وجلده كامل وشم. ايوه
نحس بالحرج ما نكذبش عليك والله كي تشوف وجوههم ما شاء الله ما نزيدوش حتى على واحد ولكن صاف مالك الوشم يا خويا احمد والله غير فيها احراج لينا ياسر الشيخ الشيخ ربي يحفظه ويعطينا هكا موعظه ينصحهم المهم يستافدوا من عنده حاجه لا وينحوا علينا هاد العادات على خاطركش ماهيش تاعنا ان شاء الله رب العالمين استاذ راضية والتحيه ليكم وناس خنشله جميعا ربي يحفظك خويا احمد بارك الله فيك نسلم لي عليهم كامل وجزاكم الله عنا خير الجزاء الله يبارك فيك استاذ راضية والتحيه لناس خنشله جميعا وشكرا على وفائكم وتواصلكم من خنشله الى الجلفه اختنا فاطمه السلام عليكم الو السلام عليكم سلام ورحمه الله اخت فاطمه مرحبا بك اهلا بكم ومرحبا سيدي وسيدي الشيخ ومولودكم مبارك ان شاء الله الله يبارك فينا وفيك اختي العزيزه تفضلي ان شاء الله اخويا عندي سؤال مرحبا انا عندي معده عندي عصير في المعده سلفات في المعده وش عندك؟ عندي راني عندي معدتي تضرني مانيش نصوم عندي واحد 20 سنة ما صمتش أيوة وما خلصتش لحد الآن ولم؟ برك راني نسأل يفهدوا نخلص خلص دفعة واحدة ولا شوي وقداه نخلص أنا كل يوم شحال نخلص هذه 20 أنا كل يوم شحال طيب 20 سنة ايوه 20 سنه طيب ما خلصهاش خلي السيده فاطمه نبره ونقويه في والو طيب انت خلينا نفهموا حاجه انت عندك اصلا قرحه معديه معناها صاحب القرحه عنده مرض لكن انت كنتي متامله تبراي ما بريتيش ايه طيب ربي ان شاء الله يجيبك لكن حوس قدامها نخلص عن كل يوم عن كل يوم دراهم معناها سوارده دراهم ان شاء الله وانت كنتي تفطري كي كنتي ما كيش قادره تصومي فطرتي ما فطرتش اه خلاص يعني على احنا نعرفوا ناس الجلفه دار كبيره يفطروا هكذا بلا ما ينوه هذا رمضان معليش خير ان شاء الله صح ربي يحفظك الله يهنيك ربي يشفيك ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله سيده فاطمه شكرا سيد احمد من الجلفه الى اين ايمن من فرنسا سي ايمن مرحبا بك ايمن من فرنسا وين راه سي ايمن لاباس ان شاء الله ايوا ناس بويرة اخت فاطمه الو مرحبا اخت فاطمه تفضلي اخويا نسال الشيخ انايا كانوا في التسعينات شويه قطع عندنا ناقص في التسعينات يروحوا يجيبوا لي زراري حسب خريج تاع المجموعه صلى الله عليه وسلم وحكذا مقطعين ونتلاقي واحد صلى الله نجيبوا نطيبوا بيه الخبز تاع الدار وكرا نقول لا حلال ولا حرام صليت على المجموعات في الكلوب الكوميتيه صليت يفرش الزبود يخلي صلى الله عليه وسلم تلاوح يروحوا الدراري يجيبوا لي بها نطيب بيه الخبز تاع الدار احنا شويه فقراء نقول لي نجيبوها الجاز ناقص راك تعرف في وقت التسعينات الجاز ناقص كل حاجه ناقصه المهم كيف هذا حلال ولا حرام ولا نصدق ولا كيف ندير سيدة فاطمة سيدة فاطمة الله يحفظك ويبارك فيك هذا الحطب كان في الأرض مطيش يعني في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض مطيش في الأرض يدوب منه الناس في الأرض شي قطعناه ولا الله في الأرض كي هذا أصحاب اللي هذا أصحاب المجموعات كي يفرسوا الزبوج تاعهم يخلوا فرضة هذاك يلبس يبعد يكلاوح دراري يروحوا يجيبوا كاع دراري يجيبوا بها نطيبوا بها الخبز تعرف الخبز تاع الدار تاع بكري تاع الجبال طيبوا بها الخبز بها راك تعرف العبد اللي قال لي كيف حالته مرة نصفر الحليب مرة ما كاش مرة كاينة شوية مقارون مرة ما كاش الله يفتح عليك ومال ومالس الأولاد وما جيت تقريهم حتى ودعوا لي به يزوجوا لي عندي زوج دراري ماشي متزوجين ودعوا لي يزوجوا لي ودعوا لي به نبرا معنا ودعوا لي إن شاء الله ربي يكتب لي حجة وربي يفرج على أولادي إن شاء الله وربي يبعد عليهم البلا هذا نكون الشيخ إن شاء الله يدعي لي دعوته مع ربي إن شاء الله مقبولة وربي يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله يا ربي يا ربي والله إلا سعداء سعداء الحاجة فاطمة باتصالك ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله جزاك الله عندي سؤال بزاف يا وليدي والله غير عندي بزاف الاسئله وكيضبطكم انت طيبكم حتى راني شرفتني ما قبضتكمش طيب مرحبا والله غير راني عايشه بالقناه تاعكم راني متونسه بيه ربي يعلم بيا الله يحفظك الحجه فاطمه ان شاء الله ان شاء الله وحنا فرحانين بيك ان شاء الله ربي يكتب لي حجه المسلمين ادعوا لي ان شاء الله ربي يوسع لي ولادي ويفتح لي لاباس الزوج عندي زوج اولاد زوج زوج ماشي للزوجين يا رب ادعوا لي ادعوا لي يا رب يفتح عليهم وعلى المؤمنين كاع ان شاء الله امين الحجه فاطمه
شكرا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذه السؤال يقول الشيخ يسالني فيه يجاوبني عليه مليح يا ابي دينا وراسك. الان ان شاء الله الان الحج يشد لك في وليداتك ان شاء الله في والديك ان شاء الله يا ربي. شكرا الحج. العاصمه حمزه، خونا حمزه من العاصمه. فريده، فريده اسمح لي الحج. اختنا فريده من العاصمه. أخت ألو السلام عليكم. سلام أخت فريدة، سلام. مرحبا. الله وبركاته بكم. بكم أهلا، بارك الله فيكم على هذه الحصة. السلام عليكم، قوتكم الصحة على هذه الحصة، راكم نورتونا بزاف بزاف. الله يبارك يخليكم شيوخنا أساتذتنا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك أخت فريدة، مرحبا. الله يسلمك. بكم أهلا. عندي واحد السؤال شوية محيرني بزاف بزاف أستاذنا. تفضلي. وقراءة القرآن. أيوة. عندما أقرأ القرآن أنا عندي شوية ما عندي مشكل في اللغة العربية. أيوة. والفهم تاعها اللي ديال فرنسا بزاف. أيوة. والفهم تاع القرآن كاين آيات نفهمهم كاين ما نفهمهمش، وهكذا كندير مجهودات باش نقرأ القرآن باش الحمد لله زعما راني نختم كل شهر، ولكن يخصني شوية عندي السهو، راني نقرأ حتى نسهى. يعني واش هو الحل لهذا السهو، وكيفاش تنصحوني باش نولي نقرأ بتدبر؟ ما شاء الله تغيظني كي كمل زعما كامل المصحف، وبعد نسيب روحي من كل صورة فهمت شوية، من كل صورة شوية، من كل حبيت نقرا بتدبر وبفهم زعما. وهذا السهو كيفاش ندير باش نقضي عليه؟ الله 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 الله. إذا ممكن وجهوني باسكو عندي مشكل كبير في هذه والله العظيم. الله يبارك فيك أستاذ. وأنا عندي جاي من فرنسا، أنا أصلا أستاذة تاع اللغة الفرنسية، ونحاول نقرا، والزوج تاعي الله يرحمه ويوسع عليه كان يدير معايا مجهودات جبارة، دوكا كي مات على بالك راني ناعسة كيفاش ندير؟ يفتح علينا وعليك. الله يفتح علينا وعليك يا أستاذة فريدة. وربي يبارك في عمرك إن شاء الله، وربي يقويك ما دام النية هذه قوية. مولانا معاك إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني سيدة فريدة. لا لا شكرا، ربي يحفظكم ويخليكم، بارك الله فيكم. الله يهنيك. شكرا سيدتي، مرحبا بك سيدة فريدة. شكرا جزيلا. من العاصمة من سيدة فريدة إلى شلف سيميلود. سيميلود في يوم المولود، بارك الله. سيميلود لازم يتكلم ميلود اليوم، راح سيميلود. اليوم المولود بلا ميلود ما كاش. ميلود مع الأسف. لا بأس لا بأس، والله نتوكل على الله الحاجة أحسن باش ما نطولوش على الأفاضل والفضليات، ونعطوا لشيخنا من الوقت ما يجيب بأريحية. وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. الحاج مولودي والمخرج سيد أحمد رضا ورضا والجميع، جميع فريق العمل صالح وتوفيق اللي راهم اليوم في هذا اليوم المبارك يزينون بلاطو هلا سألوا بهذا العمل اللي إن شاء الله كله يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، في هذه الحصة المباشرة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، وعلى المباشر من مقرها بإقامة الدولة بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. شيخنا على بركة الله راضي، يا رب يرضى علينا. الأستاذ راضية من خنشية تقول في التسبيح يكون في بالها أن تسبح 100 فتجد نفسها في 500 وأكثر، يحلو التسبيح والذكر وتشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنها ويستجيب لدعائها، فكيف أتقاسم هذا الأجر مع والداي؟ بادئ ذي بدء هنيئا لك، فإن السعيد من وفقه المولى عز وجل لذكره وشكره وحسن عبادته. وعندما يجد المرء نفسه يذكر المولى سبحانه وتعالى، ولعله يعني يستمر به الأمر إلى أن يستغرق في ذكر الله عز وجل، فإن المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لعلكم تلاحظون بأنه لم يقل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، وإنما اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم الآية، ولذلكم حسنا فعلت، وهذا توفيق رباني أنك تودين أن تذكريه 100 فإذا بك تذكرينه 500،
وحسبك أن تعلمي بأن المولى عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يعني عندما تذكرين المولى عز وجل فإنك تكونين بحضرة المولى سبحانه عز وجل، فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني إذا ذكرني العبد في نفسه المولى عز وجل على جلالة قدره يذكرك. كيف يذكرك المولى؟ بالتوفيق، بالهداية، بتوفير الأرزاق، بإصلاح البنين والبنات، بإصلاح الزوجة، بإصلاح المجتمع. ولذلك يعني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في هذا الحديث أو في غيره يقول: وإن تقرب إلي جبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع ما بين الذراعين. وإن تقرب إلي ولئن أتاني ولئن تقرب إلي ولئن جاءني يمشي أتيته هرولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك هنيئا لك أيتها الأخت الكريمة، وإنما تشعرين به هو بشائر السعادة عند الله عز وجل وبشائر قبول العمل بإذن الله عز وجل. ما أدري إذا كان فهل تتقاسم الأجر مع كيف تتقاسم؟ أي نعم، لأن الإنسان يعني له أن يعمل وله أن يدعو. وإذا دعا العبد وقال: اللهم إني أسألك يعني أن تجعل أجر هذا الذكر أو أجر هذه التلاوة أو أجر هذا الوقف أو أجر هذه الصدقة أو أجر هذه أي عمل صالح نقدمه، اللهم اجعله هدية خالصة إلى روح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات وإلى أرواح عائلتي والدي ووالدتي بصفة خاصة، فإن ذلك يعني مما ورد عند السلف الصالح والله أعلم. وجزاك الله خيرا. الله يبارك. هل ذكرت أمرا آخر؟ في الأمر هذه أبواها أحياء يعني. نعم، يعني ندعو لآبائنا أحياء أم أموات. لأن الدعاء المولى عز وجل قال فيه وإذا سألك عبادي فإني قريب، وقال فيه أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن أنا دعوت الله عز وجل أن يوفق والدي لرزق حسن أو لوظيفة أو لي يعني أمر يعني ينفعه في دنياه وأخرى، فإن هذا دعاء يصل ولا شك في ذلك والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك. انشغالها الثاني مرتبط بالأسواق، إذ تتجول في الأسواق كأخواتنا ونسائنا وبناتنا وتشري، ترى في الوجوه بشاشة وخير من الشباب، لكن هذه البشاشة تصدمها صورة الوشم على الأجساد، وكأن الشباب لا يعرف قبح هذا الفعل، فتطلب منكم تقول لباسا خفيفا مع وشم، وإن لم يكن اللباس خفيفا ما رأت الوشم، لكن تقول هذا حرج لنا، فبما تنصح الشباب؟ وربي إن شاء الله يفتح علينا وعليكم. اللهم اهدنا واهدي شبابنا واهدي إخواننا وإخواننا وأخواتنا، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الجادة. ولذلك إنه مما عمت به البلوى، ونحن ندعو الله عز وجل. ولذلك أنتم عندما ترين ذلك يعني غضي بصرك وأكثري لهم من الدعاء، يعني ارفعي يديك إلى السماء وقولي: اللهم إني أسألك أن تصلح هؤلاء وأن تأخذ بأيديهم إلى الجادة، فلعل هذا الدعاء يكون محل استجابة، ولا أن يهدي الله على يديك أيتها الأخت الكريمة رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم أي من النوق الكثير جدا جدا. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا
ونحمده عز وجل أن في نسائنا وفي رجالنا وفي شبابنا وشاباتنا أمثال هذه الأخت الكريمة التي فعلا يعني مرتبطة بالله عز وجل، وتود لو أن هذا الخير وصل إلى الجميع. يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واحفظنا اللهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. إجابة على أسئلة أختنا رضية من خنشلة إلى جلفة، ومنها الحجة فاطمة تقول بأن عندها المعدة وهي لا تصوم 20 سنة، وكانت ترتجي أن تبرأ، ولم يعني فدية ما خلصتش الفدية لأنها كانت تنتظر أن تصوم. اليوم تبين أن المعدة هذه طول الحياة، فكيف تفعل وكيف تتصدق؟ ما هو عملها؟ ما هو الواجب أن تعمله اليوم بهذه القرحة المعدية شيخ؟ بادئ بذي بدء، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. أمين. وما ذلك على الله بعزيز. والمولى عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك ما دمت مريضة فإنك معذورة، ما دمت مريضة مرض مزمن وهذا المرض لم يرتفع إطلاقا فلك الحق أن تفطري، لأن المولى عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج وإن كنت صاحبة دخل وكنت ميسورة الحال فبإمكانك أن تتصدقي عن كل يوم بمد من الطعام، بحفنة من الطعام. نقول بأن الحفنة قد تزن رطلا، والرطل في أيامنا هذه لا ما أدري أنا كم يساوي القمح في هذه الأيام، ولكن الذي أعلمه أنه كان يساوي 6000 وإلا 7000 وإلا 8000 أو ما إلى ذلك. وزارة الشؤون الدينية في رمضان الماضي تعاملت به باعتبار أنه يساوي 6000، لأن زكاة الفطر هي 4 أمداد، يعني 4 رطال، يعني 2 كيلو، وبالتالي جعلتها 12000. وبالتالي أنت إذا كان السميد لا زال يباع بهذا السعر، أنت كل يوم خرجي بمقدار رطل من الطعام أو 3000 عن كل يوم، هذا إن كنت موسرة. أما إن كنت معسرة فما جعل الله عز وجل في تشاريعه يعني حرجا للأمة، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. يعني هو 20 رمضان، وكل رمضان في حدود 30 يوم أو 29 يوم، فتدفع إن شاء الله وربي يقدرها إذا استطاع. وليس هناك مدة معينة، يعني إن استطاعت هذا اليوم أن تطعم 10 وبعد 10 أيام أن تطعم 20، أو المهم أنها تحاول تنوي النية وتعقدها بأنها ستقدم هذا المدة إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يشفيك وييسر لك هذا الأمر بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هذا إجابة على أختنا فاطمة من الجلفة إلى بويرة، ومنها أختنا فاطمة. الحجة فاطمة في التسعينات شيخنا كان الفقر والحالة صعبة، فكانت تضطر إلى أن الحطب اللي مرمي في الأرض يجمعوه الأطفال وتطيب به، وبعد هذه السنوات لا زال وصوتها يدل على ذلك، خايفة من رب العالمين أن تلقاه وقد أطعمت أولادها من مال نتاع المجموعة. اليوم تسألكم ما قولكم في ذلك؟ وهذه المجموعات الفلاحية كان يجتمع فيها الكثيرين، وفي الوقت نفسه تطلب منكم الدعاء لاثنين من أولادها إن شاء الله يتزوجوا ولاها بالبركة وبالخير ولأولادها ولكم. الخط شيخ الأخت فاطمة هكذا؟ نعم، أخت فاطمة الأخت فاطمة من البويرة، عملة نادرة والله، ولعلي أقول بأنها ليست عملة نادرة، فكثيرون جدا جدا من رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة أي هذا البلد، يعني نماذج كأنهم من جيل الصحابة. أن تجد أختا يعني تعيش في مسغبة وفي فقر، ليس هناك غاز، ومع ذلك هي الآن في حيرة عن
يعني قطعة حطب، يعني كما قالت من الزبوجة. الزبوجة بالمناسبة أعتقد هي كرموس مصارة وإلا ما يسمى ب، المهم واحد النوع من الكرموس الهندي كما يقال. وبالتالي أبناؤها يأخذون هذا الحطب الذي رماه الفلاحون من أجل أن تطبخ به، باعتبار أنه لم يكن هناك غاز، والحمد لله رب العالمين لعل الغاز قد وصلكم هذه الأيام. أما الحطب الذي أخذته ويعني مضى على ذلك دهر كبير، فاعلمي بأنه لا حرج عليك فيه، وليت أمثالك يكونون في هذا البلد وهم كذلك يكونون كثر بإذن الله عز وجل. هذه الروح النزيهة التي تتورع من أن تأكل قطعة حطب مرمية في الشارع، جزاك الله خيرا. ولئن دل هذا الأمر على شيء، إنما يدل على أن هذا البلد بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون بضعفائكم من أجل هذه الأخت. يعني عندنا من الثروات ما يجعلنا من أغنى البلاد في العالم، عندنا غاز وعندنا بترول وعندنا يعني أمور أخرى، لعل هذا الفضل كله بسبب هؤلاء، باعتبار أنه ورد أن المولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أو المولى عز وجل في الحديث القدسي يقول لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. يا أيتها الأخت الكريمة، أكثري لنا بالدعاء وأكثري لهذا الوطن بالدعاء، فإنك بإذن الله عز وجل امرأة صالحة. ونسأله عز وجل أن يجمع بيننا وبينك في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. ولأنه عز وجل بالإجابة جدير. وأولادها شيخنا؟ نعم، أولادها يا رب نسأله عز وجل أن يقر عينيك بزوجات صالحات، بزوجتين صالحتين لابنيك بإذن الله عز وجل. وما من شك بأنه سوف يقر عينيك ولا يعاملك إلا بالتي هي أحسن، لأن المولى عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويعلم الله أنك لمن أولياء الله عز وجل، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك، وربي يبارك فيك سيدة فاطمة، والله يستر عليك وعلى أولادك وعلى جميع أولاد المسلمين والجزائريين جميعا. سيدة فريدة من العاصمة، يحيرها شيء آخر مرتبط بحبها وبعلاقتها بالقرآن الكريم. تقول مشكلتي في اللغة أنني أقرأ القرآن والفهم آيات أفهمها وأخرى لا، وأجتهد مجهودات جمة، غير أنني أحيانا وأنا أقرأ أسهو في القراءة. أريدكم أن تجدوا لي حلا حتى أقرأ بتدبر وأن أنزع عن نفسي السهو. واستعملت كلمة شيخنا تقول يغيظني أني نفتح المصحف ولا أفهم، وكان زوجها رحمة الله عليه يعلمها إلى أن توفاه الله، وجهوني في هذا المسألة ولكم جزيل الشكر. الأستاذة فريدة من العاصمة، يبدو أن هذه الحصة يعني نحن محظوظون باعتبار أننا فيها، فالذين اتصلوا بنا فعلا قامات ينبغي أن يفتخر بها، جزاك الله خيرا. فإن المولى عز وجل إذا أحب عبدا حبب إليه تلاوة كلامه، وأنت تحبين كلام الله، وحسبك أن تعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك والله هنيئا لك. وهذه الحسنات تكون للعربي الذي يفهم اللغة العربية مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل عثمان، وتكون للعجمي الذي لا يعرف العربية إطلاقا
ولذلك القرآن الكريم عندما يعرفه العلماء في علوم القرآن يقولون هو كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة، المتعبد بتلاوته. يعني مجرد أن ننطق حرف، عندما أقول الحمد لله رب العالمين، والحال أنني صيني ولا أعرف معنى الحمد لله رب العالمين إطلاقا، يعطيني المولى عز وجل أجرا أم لا؟ يعطيني، لأن القرآن الكريم متعبد بتلاوته. ولذلك نفرق بين كلام الله الذي هو القرآن والكلام القدسي الذي ليس قرآنا وإنما هو كلام المولى عز وجل بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك عندما يقول المولى عز وجل يا عبادي إني حرمت، هذا كلام قدسي. ما الفرق بينه وبين الحمد لله رب العالمين التي هي الفاتحة؟ أن هذا ليس متعبدا بتلاوته، أما الحمد لله رب العالمين متعبد بتلاوته، ينال أجرها العربي والعجمي والأمازيغي والرومي والألماني والهندوسي إذا كان مسلما، ويغفر الله له حتى لهجته. يعني لا يقال له عليك أن تقول مريم كما يقول البعض عندما يريدون أن ينطق الباء التي كان ينطق بها القرشيون على سبيل المثال، وإنما عندما يقرأ هذا الأجنبي كلمة ما ولعله يخطئ في نطق حروفه، هل هو آثم؟ ليس آثم إطلاقا، وإنما يعطيه المولى عز وجل الأجر. دليل ذلك أن الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر به فهو مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع به، وفي رواية ويتهته به، فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. جميل أن تتدبري وأن تحاولي أن تتدبري، لكنه لكنك إذا لم تستطيع أن تتدبر لسهو كما قلت، وكل ابن آدم يسهو، أو لعدم معرفة اللغة العربية، فأنت مأجورة على هذا الاجتهاد، ولا تتحسري إطلاقا ولا تتألمي إطلاقا، وإنما احمد الله عز وجل، بل إننا نغبطك لأن المولى فتح بينك وبين كلامه، وفتح بينك وبين محبة القرآن الكريم. جزاك الله خيرا وكثر من أمثالك. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هل أسأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية في هذا اليوم المبارك، يوم مولد خير البرية عليه الصلاة وأزكى التسليم. إلى تيارت ومنها أختنا نصيرة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام أخت نصيرة، مرحبا بك. الأخ ذاك اليوم الشيخ عمار محجوبي هدر على السدرة، على ما فهمتوش، هدر ذاك اليوم الشيخ عمار محجوبي على من؟ الشيخ هدر على السدرة، السدرة كي ندوشو بها أيوة أيا ما فهمتوش، شي الصور اللي نقراوها كي ندوشو ويعاود لي اشتاقل من فضلك. أي حاضر سيدة نصيرة. والسؤال الثاني نسأل الشيخ، اللي يروحوا للنساء يضربوا الخفيف برصاص حلال ولا حرام؟ يضربوا الخفيف ويزيد برصاص. برصاص يضربوا لك برصاص الخفيف، يقول لك زعما يقلعوا لك، حلال ولا حرام؟ أيوة يقلعوا لك الخفيف والبرصاص. أيوة بارك الله فيكم. الله يبارك فيك أخت نصيرة، مرحبا بك. أي مع السلامة. الله يسلمك ويبارك. أيوة شيخنا السدرة. تقرأين آية الكرسي مرة واحدة وتشربين من هذا الإناء ثلاث جرعات وتغتسلين بالباقي، فإنه نافع كما يقول البعض. هذا ورد في ابن كثير وفي بعض التفاسير بأنه يعني جيد للحبس، عندما يحبس الإنسان عن أهله أو عن الزواج أو ما إلى ذلك، فإن المولى قد يجعل في ذلك يعني تيسير الأمور، والله أعلم. هذا السدر شيخنا ولا خفيف. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرقى قال أعرضوا علي رقاكم،
فقبل من الرقى ما ليس فيه شرك فقبل من الرقى ما ليس فيه شرك ورد ما به شرك. ولذلك ينظر إلى الأمر الذي يفعل، لأن بعض الإخوة يقولون إن الرقى كلها واردة في السنة، هذا كلام ليس صحيحا. هناك رقى في السنة النبوية المطهرة، لكن هناك رقى كانت موجودة حتى قبل الإسلام، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرضوا علي رقاكم. هناك رقى كانت موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليس بها شرك، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. ينظر إلى ما ذكرته، فإن كان هناك اعتقاد في أن هذا الحديد الذي هذا النحاس أو هذا البلدون أو ما إلى ذلك هو الذي ينفع فهذا شرك. أما إذا كان مجرد أمر يعني يفعل ولعله يكون فيه شفاء، بعض العلماء يقولون هذا من المجربات، فإن بعض المجربات التي لم ترد في السنة يعني ثبت فيها أنه قد يحصل بها الشفاء وليس فيها شرك وليس فيها اعتقاد بأن هذا الأمر يفعل، وبالتالي أعتقد بأنه من الأمور التي سكت عنها الشارع، غاية ما في الأمر أنها مجربات قد يحصل بها الشفاء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليك. المختتم في هذا اللقاء المبارك بسكرة ومنها السي السعيد، الله يسعد أيامنا جميعا. سي سعيد مرحبا، خمس دقائق. الله يبارك ما شاء الله، معليش كنا حبينا يكون سعيد آخر المتصلين، ولكن لا بأس إن شاء الله في هذه الدقائق المتبقيات. خمس دقائق شيخنا، ونحن بمناسبة مولدي. نعم لا بأس إن شاء الله، نحن نستفيد من شيخنا، لا بأس. الحاجة أصر الحاجة أنها تكون في مكالمة، وأنت جيد يحبك المشاهدون ويحبون أن يسمعونك شيخنا. أيوة اللهم صل على رسول أم ياسين من المدية. سيدة أم ياسين مرحبا. سلمك، مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير سيدتي، مرحبا بك. بارك الله فيكم على البرنامج هذا، حبيت تفضلي نسقسي للشيخ بارك الله فيه. تفضلي سيدة. أنا أم لخمسة أطفال. داري باحث. الله يقويك. أيوة. إيه، ورحت التجأت إلى دار بابا وسكن فيها. أيوة. الإخوة قبلوا به أنا نسكن، إلا أخت جات لي وقالت لي مانيش مفالحتك إلى يوم الدين. أيوة. وقالت لي اسكو تقدري تخرجي تديري خيمه برا وتخرجي من الدار بان نبيعوها وياخذ كل واحد ياخذ حقه. هي دار ورثه؟ اي هي ماشي دار ورثه، وانما يعني شقه تاع مفتاح تاع بابا كان ساكن فيها ومات الله يرحمه. ايوه. قالت لك ديري خيمه وخرجي منها وخلينا نبيعها وناخذوا حقنا، والله يسهل عليك من بعد. وانا هي كيسمى انا نستنى في السكن الاجتماعي، ربما ربي ان شاء الله هي يفرج عليا. وهي ما حبتش، قالت لي انا ما نسامحلكش في هذا الامر. حبيت نسقسي الشيخ اسكو يعني السكن اللي يعني انا ساكنه فيه حلال عليا ولا وين راهي النتيجه هذه؟ هذا مكانه. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك سيده ام ياسين، وربي يفتح الاطفال هذو. شيخنا تفضل. ان شاء الله يا ربي، والله يفتح عليكم ان شاء الله، بوركتم على هذا الحصه القيمه يا رب. الله يبارك فيك، هذا واجبنا وهذا واجب التلفزيون الجزائري في شكل قناته الخامسه، وهذه خدمه عموميه واجبه بلا مزيه سيده ام ياسين. الله يبارك فيكم ويهنيكم ان شاء الله. تفضل شيخنا. بادئ ذي بدء نقول لها أجارك الله في مصيبتك وأبدلك خيرا، الله يسهلك في دار إن شاء الله مريقلة، اللهم صل على سيدنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله. الأمر الثاني أن الأخت هذه تنصح باعتبار أنك ذات مصغبة، يعني الحاجة هي التي جعلتك تسكنين في هذه الدار، فإن أصرت على أن تأخذ حقها يمكن ما دام الإخوة جميعا يعني راضون بذلك يمكن أن تتعاونوا من أجل إعطاء هذه الأخت يعني حقها من هذه الشقة، باعتبار أن ننظر كم تأخذ في الميراث،
وبالتالي هذا الأمر قد يكون سهلا بالنسبة لك أو بالنسبة للمحسنين أو بالنسبة لإخوانك، وبالتالي نرضيها لأنه من حقها أن تطلب حقها في الميراث إن كانت الشقة شقة ميراث، لكن أن تطالبي بالخروج هذا أمر لا يقبله لا عقل ولا دين ولا أخوة ولا قرابة وما إلى ذلك. ولذلك نقول ما دام الإخوة جميعا يعني راضون بأن تبقي في البيت ابقي، إن تفهمت الأخت فذلك جميل، إن لم تتفهم اجمعوا لها نصيبها وأعطوه لها، ولستم مطالبون بأن تبيعوا البيت والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا، حتى وأن البيت مفتاح يعني نزل إجراءاته، هذا حق يورث باعتبار أنه من حقوق الميت قبل أن يموت. الله يبارك فيك إن شاء الله، منها الموعظة الحسنة يعني بشوية، ما هوش إلى درجة أن تقول لها ديري خيمة برا. بالضبط، بارك الله فيك. الله. ولذلك نقول للأخت الكريمة يعني لعلك عندما تحسنين لأختك هذه وتتجاوزين عن عثرتها لعل الله عز وجل يفتح عليك بالخير ويفتح عليك بالمال والبنين والسمعة الحسنة والهداية لدينه، ولعلك لو أصررت على ذلك فإن المولى عز وجل يعني استغفر الله على كل حال، ولكني أقول لك يعني حاولي أن تنظري إليها باعتبار أنها ابنة أمك وابنة أبيك، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخنا عمار وأحسن الله إليك. في ختام هذا اللقاء المبارك وفي الدقائق الثلاثة الأخيرة افتتحنا بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من أنفسنا، نود أن نختتم الحديث عنه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئ عنه ومختتمي، حتى يكون الحديث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدأ ومختتما. والله ربما إتماما للأبيات التي ذكرتها، قول البوصيري ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قذماه الضر من ورمي وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. ولذلكم البصيري هذا الذي قد ينتقد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أين أنا من إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ظلمت سنتك لأنني لا أستطيع يعني لست أهلا حتى يعني أتأسى بك، هذا تواضع العلماء، ظلمت سنة من أحيا الظلام، ظلمت سنة من كان ليله يعني قيام وقراءة قرآن وذكر. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كانت الليلة ليلتي فاستيقظ وتوضأ بشن كان معلق بالبيت ثم بدأ السجود والركوع فكنت أسمع لصدره أنينا كأزيز المرجل، تقول فنظرت إليه فإذا به قد بلل الثرى بدموعه، فتقول عندما سلم قلت له فداك أبي وأمي لما تفعل هذا بنفسك وقد يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقول فقال لي أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أتعتقدين يا عائشة أنني أصلي فقط لأن الله عز وجل أمرني بذلك؟ كلا، وإنما أصلي لأنني أجد متعتي وأجد لذتي وأجد نشوتي عندما أكون بين يدي الله عز وجل. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من صغب أحشاءه وطوى. المولى عز وجل كان يعني خيره بين أن يحول له جبال تهامة ذهب ولكنه مع ذلك قال أجوع يوما وأفطر يوما، أجوع يوما يعني فأجوع يوما فيعني شغل يعني أشكر ربي أو ما وأفطر يوما فأحمده أو كلام بهذا المعنى. ولذلك الخيرات يا أيها الإخوة الأعزاء كثيرة، إياكم والتبذير، إياكم والتبذير، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله أنت يا شيخنا، والله ما تخلينا يا شيخ. السلام عليكم.